السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا المحلية، والبداية بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يدشن فعاليات الشهر الوردي أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي. اللجنة الوطنية للمرأة تختتم دورة إجراءات التقاضي للقانونيات. وصول السفينة المفقودة إلى سقطرى بعد فقدانها لمدة 5 أيام في البحر بجهود إماراتية. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دشن وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش فعاليات الشهر الوردي أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي تنظمه مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، تحت شعار لأنك الحياة فحصك نجاة، وبرعاية من محافظي محافظة حضرموت. وفي التدشين أكد وكيل أول حضرموت أن قيادة السلطة المحلية تحرص بشكل سنوي على رعاية الحملات والفعاليات التوعوية والتثقيفية للتوعية بسرطان الثدي ومشاركة العالم أجمع في التوعية بهذا المرض خلال شهر أكتوبر. وأثنى الوكيل على جهود المؤسسة في مكافحة مرض السرطان وتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية، داعيا النساء بالتوجه إلى عيادات الفحص المبكر لسرطان الثدي بشكل دوري. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان الدكتور وليد البيضاطي إن المؤسسة تهتم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة في شهر أكتوبر التي تتميز بالتنوع لرفع الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر بالمرض. هذا ويتخذ العالم شهر أكتوبر من كل عام ليكون شهر التوعية بسرطان الثدي لرفع الوعي بسرطان الثدي وسبل الوقاية منه. عقدت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا اجتماعا تنسيقيا للمكاتب الخدمية المعنية بتدليل الصعوبات أمام تنفيذ أعمال المشاريع التي تمولها المنظمة الدولية UNOBS وكذلك المشاريع الحكومية بمدينة المكلا. وتم في الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للمديرية للمهندس عفض بن هامل التنسيق بين تلك الدوائر والجهات بحضور مدير مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى بشأن الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ الأعمال والمشاريع التي تمولها المنظمة الدولية ووضع العديد من المعالجات لتلك الصعوبات المتسببة. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمخرجات، أهمها أن تقوم الدوائر والجهات الحكومية المعنية بالتنسيق فيما بينها من خلال تكوين غرفة عمليات مشتركة وكذلك عقد اجتماعات أسبوعية. كما أوصى لقاء السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الأشغال العامة والطرق بسرعة البحث عن موقع لتجميع السيارات الخردة التي تتواجد بمواقع العمل. اطلعت السلطة المحلية بمديرية الشهر على سير العمل في عدد من المشاريع الممولة من قبل السلطة المحلية بالمديرية، حيث قام المدير العام للمديرية المهندس أمين بارزيق ونائبه مصباح البحسني بالاطلاع على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وترميم الوحدة الصحية بمنطقة حجب بنسبة إنجاز 100% ومشروع إعادة تأهيل مدرسة البرح بنسبة إنجاز 90% ومشروع الوحدة الصحية بمنطقة مجد العبية بنسبة إنجاز 50% ومشروع بناء 3 فصول مع ملحقاتها في منطقة الشارقة بنسبة إنجاز 90%. يأتي هذا ضمن الخطة الاستثمارية للسلطة المحلية بمديرية الشحر. ناقشت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية فرع حضرموت سبل التعاون المشترك في مجال التحاليل المائية والتحليل المعدني. وفي اللقاء استعرض مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة الدكتور وليد البيضاطي إمكانية المختبر بمجال التحاليل ومواكبة الجديد في عالم التحاليل. من جانبه تطرق مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية المهندس صلاح ببحير إلى الجهود والعمل الذي يخدم المحافظة ونطاق الجغرافي للمركز والهيئة. هذا وخرج اللقاء بالاتفاق على تجهيز الحيثيات الأولية التي تخص المركز والهيئة من أجل إبرام بروتوكول تعاون مشترك بينهما. اختتمت اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت دورة التقاضي للقانونيات الذي يندرج ضمن مشاريع الإنعاش المبكر لتأهيل المرأة برعاية محافظ محافظة حضرموت. وتلقن المشاركات في البرنامج الذي استهدف 14 طالبة من المستوى الرابع من كلية القانون على مدى أسبوع تطبيقات عملية في مرافعات القضايا الجنائية والتجارية والمدنية وتدريبهن على جوانب دروس نظرية في القانون والتشريعات. وأشاد رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر
كربونش بالبرنامج الذي يسهم في رفع قدرات المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة وتحفيزها على الانخراط في السلك القضائي كمحامية في قضايا الأحوال الشخصية والترافع في مختلف القضايا. بدورها أعربت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فايزة بمطرف عن تقديرها للجميع على تعاونهم في تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى أعداد محاميات، مشيدة بالمدربين والمتدربات والتميز الذي مثلته الدورة. وفي الاختتام قدم المتدربات محاكاة تطبيقية لمرافعات قضائية أثبتن تميزهن في الإلقاء وحضورهن في العرض وثقة بالنفس وقوة الشخصية، عكسن ما تلقنه من معارف ومعلومات نظرية وتطبيقات عملية. التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر بمكتبه بمقر القيادة بالمكلا رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين بساحل حضرموت الأستاذ عبد الإله هاشم السقاف. وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية قدم رئيس جمعية المتقاعدين شرحا مفصلا حول أعمال الجمعية وأهدافها ونشاطها مع المتقاعدين المدنيين، وناقش اللقاء هموم المتقاعدين السبل الكفيلة بتحسين مستواهم المعيشي، كما تطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا المتصلة بشؤون المحافظة والعمل التربوي والنقابي فيها. التقت المدير التنفيذي لصندوق دعم شباب بمحافظة حضرموت الأستاذة سلاف الحنشي بمدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي لإطلاعها على البرامج والمشاريع الممولة من قبل صندوق دعم الشباب. وخلال اللقاء أوضحت مدير صندوق دعم الشباب أهداف الصندوق المتمثلة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص لعمل الشباب وتنويع مصادر الدخل ونشر الوعي بثقافة المشروع الخاص. من جانبه أكد مدير عام مديرية تريم حرص السلطة المحلية بالمديرية على إنجاح نشاط الصندوق لتحقيق أهدافها السامية، داعيا قيادة الصندوق إلى بذل المزيد من الجهد والتركيز على المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية. وفي سياق منفصل نفذ المدير التنفيذي لصندوق دعم شباب معية مدير عام مديرية تريم نزولا ميدانيا لبعض المشاريع الممولة من الصندوق للاطلاع عن كثب ومتابعة وتقييم أداء المشاريع. توج نادي هلال فوة بطلا لبطولة الوفاة للشهداء لفئتي الناشئين والرجال التي نظمها اتحاد ألعاب القوى بساحل حضرموت بمدينة مكلا برعاية من القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية مدينة مكلا. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة المكلا لم تنسى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين المعارك فداء لأرض الجنوب، وظلت تتذكرهم في احتفالاتها الرسمية وفعالياتها المختلفة لمبادلتهم شيئا من الوفاء. الوفاء للشهداء بطولة نظمها اتحاد ألعاب القوى لأندية ساحل حضرموت ومولتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمكلا، وشملت فعاليات العدو وتطويح القرص إلى جانب فعاليات الوثب الطويل والوثب الثلاثي والوثب العالي لفئتي الناشئين والرجال. نحن ندعم هؤلاء الشباب كونهم هم طاقة المجتمع وهم المجتمع وهم اللي يعول عليهم المجتمع في بناء الدولة وبناء الحياة السعيدة لكل شعب الجنوب. البطولة تأتي ضمن خطة نشاط القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمكلا لجذب الشباب إلى مجالات الرياضة وتقوية أجسامهم وإبعادهم عن ممارسة السلوكيات الخاطئة التي يرجع صداها بالضرر لأجسادهم. ونحن في الانتقالي سوف ندعم كل النشاطات التي تأتي من أجل الشباب، من أجل الطلاب، من أجل الأطفال، لما ذلك بتعزيز من بناء جسم الصحي لهم وكذا رفع الذاكرة والوعي ونشر الرياضة بين أطفالنا وبين شبابنا. اليوم الختامي للبطولة شهد حضور رسمي من قيادة المجلس الانتقالي بحضرموت والقيادة المحلية بمديرية المكلا، وتنافس مثير وحماسي بين لاعبي الأندية للحصول على المراكز الأولى في مجمل فعاليات البطولة، حيث أظهرت النتيجة النهائية لفعاليات فئة الناشئين تتويج نادي هلال فوة بالمركز الأول ونادي شعب حضرموت بالمركز الثاني، فيما حصل نادي التضامن على المركز الثالث ووحدة المكلا الرابع، وأما الخامس كان من نصيب شباب روكب. وفئة الرجال استطاع نادي هلال فوة أن يتوج بالمركز الأول ونادي التضامن بالمركز الثاني وحصول نادي شعب حضرموت على المركز الثالث.
وبانتهاء منافسات البطولة جرت مراسيم التتويج والتكريم من قبل رئيس المجلس الانتقالي بحضرموت ونائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمدينة المكلا للأبطال في الفئات الفردية وفئة الأندية، وكذا تكريم الجهات المساهمة والمشاركة في إنجاح فعاليات البطولة. وصلت في وقت متأخر من مساء أمس السفينة المفقودة إلى جزيرة سقطرى بعد سحبها من على بعد 70 ميلا بحريا بواسطة إحدى السفن إلى الأرخبيل بجهود إماراتية. وقال وكيل المحافظة رائد الجريبي أنه تم العثور على السفينة المفقودة التي تحمل على متنها أكثر من 40 مواطنا على بعد 20 ميلا من مدينة مديرية غلنسيا، مؤكدا صحة وسلامة كافة ركابها. وفق مصادر محلية في جزيرة سقطرى، فإن القارب بدائي الصنع انطلق مساء الأربعاء الماضي من محافظة المهرة وعلى متنه ركاب وبضائع تجارية متنوعة تشمل مواد غذائية واسطوانات غاز قادما إلى جزيرة سقطرى. هذا وفقدت السفينة في ميات المحيط الهندي بعد إبحارها من ميناء قشن بمحافظة المهرة نتيجة تلاطم الأمواج المتأثرة بإعصار هيكا. ونختتم نشرتنا بهذا الخبر، حيث قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كراسي وطاولات مدرسية لثانوية القدس في منطقة الشعب بمديرية البريقة بمحافظة عدن. وجاءت الاستجابة العاجلة من قيادة الهلال الأحمر الإماراتي بعد أيام من مناشدات وصور عرضها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أظهر الطلاب في الثانوية العامة يفترشون الأرض في إحدى القاعات الدراسية بسبب عدم توفر الكراسي في مدرسة القدس الأساسية والثانوية. بدور هي أشاد مدير ثانوية القدس فهمي عمر بسرعة الاستجابة التي قامت بها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي من خلال توفير كراسي وطاولات للمدرسة بعد أن ظل الطلاب يجلسون على الأرض في فصول الدراسة. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي قطاع التعليم في المحافظات المحررة أهمية خاصة من خلال بناء وترميم الكثير من المدارس وتوفير وسائل التعليم ودعم الطلاب. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وكيل أول حضرموت يدشن فعاليات الشهر الوردي أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي. اللجنة الوطنية للمرأة تختتم دورة إجراءات التقاضي للقانونيات. وصول السفينة المفقودة إلى سقطرى بعد فقدانها لمدة 5 أيام في البحر بجهود إماراتية. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. تفاصيل أوفى تجدونها في موقعنا في فيسبوك. دمتم في أمان الله.